ايوه عم نعيم، عن جد عن جد اشتقت لك قد الدنيا، وحياه الله مش معقول لك فقد كتير. يعني يا عمو انت قد ما اشتقت لي انا اشتقت لك اكثر بكثير. ليش؟ لانه انتو ربيانين سوا، انت مربيكي مثل بنتي يعني. واهلك كان عمري سنتين؟ سنتين كان عمري. اهلي كيفهم؟ كلهم منيح؟ منيح، بعدهم بقطر، انا سبقتهم. طولتوا غايب علينا بهالسفره. ما هونيك عايشين صرنا وهيك الحمد لله كله تمام. بس اول شيء قلت بدي اجي ازورك لاتذكر ايام طفولتي. شو جارنا من قديش يعني 20 سنة 15 10 20 عمر. وكيفهم كلهم عمو؟ منيح الحمد لله تمام. السلام عليكم. وانتم كلكم منيح؟ اهلا، نورتي البلد يعني. هلا انا حاسس بوجودك هون، يعني حاسس باشعاع وهيك. يخزى العين. اسم الله، لمين كل هالكتب؟ هولي لابني. والله اسم الله، شو اكيد عم يعمل دكتوراه ما هي؟ لا لا لا. بشو؟ بالطب؟ هندسه؟ فيزياء؟ شو؟ لا لا مش دكتوراه ولا شيء، ابني بالأونزيام، هذا صف الأونزيام، هذا الزغطور الزعبوط اللي ولش عنده والكتب اللي شنالو إياه ولي حوا حوا حبيبي هاي تنطرول هذي حوا ابني بعرفك عليه حبيبي. بونجور عمو. مرحبا أستاذ. أهلا. هولي كتبوا الباقيين وين حطيتوا له كتبوا الباقيين؟ في بعض بالفان عم يطلعون الشباب. ايه وهون شو اللي شايعينهم هول بالصلاة؟ حطيهم هول في محل. بوقف في محل. طيب خذوا هاي النقلة ورجعوا طلعوا النقلة الثانية إذا بدكم بعد شوي ارتاحوا شوي. هو ليش كمان كنت تعطوني يا بابا هدول؟ ليش متقلهم؟ كيف صار ظهرك؟ عم بيوجعك يا حبيبي؟ عم بيوجعك احسن؟ طلع معه التيما بالسنس اللي بالظهر وطرف ديسك. هلا هول كتبوا كلهم، شلنا له هدول على بكره، بده ياخذوا مجبور ياخذهم كل يوم معه. بعد في ترك بالمدرسه ترك نصهم ونصهم هون بالكتب. لحظه عمو نعيم، هبلتني هلا. عم بتقلي اونزيام؟ اونزيام لكل هالكتب معه؟ ايه طبعا عندك بعد غيرهم هون جوا، عم بقول لك يعني اكثر بكثير يعني. ما عم بيقبلوا ينقصون ابدا، جربنا ننقص له اياهم ما عم بيقبل هدول هن. اذا اونزيام وهيك حبيبي. هلا احسن صرت بابا حبيبي. قوم بوسه بابا قوم. اي حبيبي بس خلص بل ما تقوم انت، انا بقوم، انا بقوم بوسه. حبيبي عمو نعيم. انا بوسه. سلامة قلبك. بوسه موضوع.